الفكرة جات في الحجر الصحي، قلت بما أن عندي الوقت علاش ما نستغلوش في شي حاجة جديدة، مثلا نتعلم شي لغة. صافي مع هكا بقيت كنفكرش من اللغة، قلت علاش لا ما نتعلمش اللغة الألمانية حيت كنضربها واحد الدرجة كبيرة في المغرب، وصافي بديت كنتعلمها غير بدافع الفضول. تقدر تعدلها ملي تبدا تعلم اي لغه هي تحفظ بزاف ديال لي فوكابولير باش يكون عندك واحد الباجاج اللي تقدر تخدمه من بعد. يعني ما جاتش انك تعلم الجرامر وانت اصلا ما عرفت تكلمه، يعني اولا خصك تفاميلياريزا مع اللغه باش هكذا تقدر تزيد فيها. من الحاجات اللي كنت كنعمل باش نحفظ لي فوكابولير، كنت كنستعمل واحد لابليكاسيون ديولينغو اللي معروفه، كانت مفيده صراحه، كتخليك كل نهار كتعلمك واحد الكلمات وكتبقى تتعلم تنطقهم وتكتبهم وتسمعهم. ولكن الواحد اذا بغى يتعلم شي لغه واعتمد غير على ديولينغو كنظن هذا ماشي كافي، لحقاش ديولينغو غير كتفاميلياريزيك مع اللغه. ثاني حاجه اللي كنت كنحفظ بها الكلمات والمصطلحات هي واحد كندير شي فيديوهات في يوتيوب ديال الدراري الصغار، مثلا شي واحد دولادو يشوف شي بلاد مثلا المانيا وكيبقاش عليهم داك الرسوم ديال ولا داك الاغاني ديال الكات بحال ا بي سي دي، وهذا مهم كتحس براسك مور النهار ديال القرايه ديال الشغل وهذا كتكون عييتي انك باش انك دير واحد المجهود باش انك تحفظ. فمي كتفرج في هذيك ساعه ولا 45 دقيقه ديال داك الشيء ديال الكات كتلقى راسك انك حفظتي بطريقه ايميديات، غير هو خصو يكون شويه الصبر، يعني ما تملش من داك الرسوم وداك الشيء. اذا بغيتو تشوفوا شي اكزامبل غادي نخليكم ليان في الديسكريبسيون. دونك ثاني حاجه هي يكون عندك واحد المصدر اساسي للتعلم، يعني مثلا كتاب ولا سيت ولا شين يوتيوب ولا اي حاجه. بالنسبه لي احسن حاجه كتبقى هي نحاول نشرب شي كتاب اللي تكون شي معهد كيعتمد عليه، حيت غادي يسهل علينا بزاف الامور. وانا بما انني كنت كنتعلم الالمانيه غير دافع الفضول، يعني تعلمتها واحد 3 شهور ووقفت، فكنت عارفه راسي ما غاديش نكمل فيها حيت ما عندي ماشي اون دو مي زوبجيكتيف. سو كنت كنعتمد على دي شين يوتيوب على كيلكو كورس في يودمي وصافي. دونك هادو هما اللي كنت كنكونسونطري عليهم بزاف مع ديولينغو بوغ لي فوكابولير وداك لي فيديو ديال الاطفال. يعني كاينين كماليات وكاينين اوسي الحاجات اللي اساسيين، دونك لاشين لي فيديو في اليوتيوب كانوا شي حاجه ضروريه، والكماليات هما ديولينغو وداك لي زوتر فيديو. هي البراكتس، يعني هاد الحاجه اللي ما كنتش كنعملها حيتاش ما وصلتش لنيفو البراكتس. مثلا في شي كورسات كنت كنتبعهم في يوتمي كانوا كيعطيوك في الاخر بحال شي حاجات، مثلا كيعطيك جمله وكيقول لك حاول دير بحالها من داكشي اللي تعلمتي. سو هنا كتقدر تبراكتس، كتقدر تدخلها في الكوتيديان ديالك. مثلا تحاول شي واحد وسي كيهضر بالالمانيه ولا كيحاول يتعلم الالمانيه تبقى تكومونيكي معاه، هكا كتقدر انك دغيا داكشي اللي حفظتيه كتطبقو، يعني داكشي من التيوري يدوز للبراتيك، دونك هكا يكون عندك دي بون ريزولطا وعتشوف البروغريس ديالك في اللغه. دونك رابع حاجه هي لي تيست فيرتوييل، كاينين بزاف على جوجل. سو كنت ملي كملت ال A1 يعني لو نيفو 1 كدوز واحد تيست، فكتكتبوا غادي زيكزامبل ديال التيست ديال الالمان ديال اي حاجه ديال اي لغه وكدوزوه. صافي كدوزوه وكتشوفوا راسكم، مثلا الناس اللي بغاو يعني يدربوا قبل ما يدوزوا التيست الحقيقي، والناس اللي غير
غير بغاو هكا يجربوا صافي بحالي. سوك دوزت الاينز عادي يعني كتدرب. اخر نصيحه نقدر نقول لكم هو من الاحسن ويستحسن ان الواحد اذا بغى يتعلم الالمانيه يتعلمها باللونجلي. علاش؟ حيت باللونجلي ساهل اكثر انك تميموريزي لي فوكابولير، بحال مثلا drink apple water. هاد الكلمات هادو قرابين يمكن بالكتابه وماشي بالنطق في الالمانيه، فكتقدر انك دغيا تولف يعني دغيا تميموريزي الكلمات. سو من الاحسن بنادم يدير لونجلي اذا كان غير شويه كيفهم لونجلي، ماشي كيتطلب واحد المجهود كبير ولا شي نيفو واعر ولا هذا، غير عادي يعني كتسهل اكثر. واللي غادي يبدا يتعلمها ولا ديجا بدا يتعلمها غادي يلاحظ ان بصح كاين واحد ماشي تقارب 100%، ولكن كاين شي كلمات في لاباز ديال الالمان اللي قريبه للانجلي. سواء تجي حسن انك تعلمها بالعربيه ولا تعلمها انطلاقا بالفرنسي، حيت المغاربه ديما كيديروا في الفرنسي جو بونس في عوض الانجلي. دونك سي تو بور لا فيديو دوجوردي. اذا كيعجبكم هذا النوع ديال لي فيديو قولوا هذه نعمل لكم على دوطرو لونغ اللي ديجا خصو ضروري يكون عندي فيهم واحد ليكسبيريونس. صراحه انا من النوع اللي ما كنتعلمش اللغات، ولكن كيعجبني نجرب اللغات، بحال كنجرب الثقافه كنجرب اللغات. سو وي جيسبر كو الفيديو تكون استفدتوا منها بزاف، اي على بروشين ان شاء الله.